ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي قداسا احتفاليا في باحة كنيسة القديس حوشب وسط البلدة بمناسبة عيد القديس شربل. عاونه فيه لفيفنا المطارنة والآباء الكهنة بحضور فعاليات وشخصيات وحشد من المؤمنين. بداية ألقى خادم رعية بلدة بقع كفرة الخوري ميلاد مخلوف كلمة قال فيها: وفي دير على اسم القديس حوشب أوسابيوس الصميصاتي الذي اشتهر بصلابة الموقف رغم كل الاضطهادات، نحتفل بعيد قديس لبنان ونحن بأمس الحاجة إلى السير صعودا نحو السماء ونترفع عن صغائر الأرض. فرغم الظروف المؤلمة والأزمة المستشرية تجد بقع كفرة نفسها تعج بالرجاء بحضور صاحب الغبطة بطريرك الحياد حامل الاستقلال حارس الحقيقة الأمين على تاريخ البطريركية المارونية وكاتب مستقبلها بحروف من نور. بعد الإنجيل المقدس ألقى البطريرك الراعي عزة بعنوان حينئذ يتلألأ الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم، وتضمنت سلسلة مواقف كنسية ووطنية. ولقد نذر البطريركة أنفسهم من البداية إلى الآن للدفاع عن لبنان، هذا لبنان، فصمدنا طوال قرن ونيف في وجه التشكيك في كيان لبنان المميز في هذا الشرق والعالم. قدمنا كل التضحيات من أجل إنجاح هذه التجربة العظيمة في لبنان، ولكم أردنا اعتبار الأزمات الكبرى السياسية والعسكرية التي عصفت بلبنان طوال تلك المدة جزءا من الامتحانات التي تتعرض لها الشعوب في مسيرة بناء أوطانها ودولها، ولا بد من أن تنتهي وتنتصر الوحدة ويسود السلام ونصمد في هذا لبنان بكل مفاهيمه. بعد القداس ألقى رئيس اتحاد بلديات القضاء ورئيس بلدية بقع كفرة الأستاذ إلي مخلوف كلمة تحدث فيها عن الحياة الفردية التي رافقت المؤمنين بشفاعة القديس شربل. لقد رافقتنا شفاعة قديسنا المعروف بفرح الأرض والسماء طوال مسيرتنا البشرية، فأشاعت روح المصالحة والسلام في قلوبنا وعمقت إيماننا بالله وبلبنان، وطبعت أرضنا بطابع الفرادة الروحية النسكية، وأقامت فوق هذه الأرض حياة فريدة قوامها الفقر والصلاة، فتحولت أرضنا هذه ملجأ لطالبي الإيمان والحرية. فقال البطريرك المقرم استفان الدويهي في وصف هذه الظاهرة الفريدة: إن أبناء هذه الأرض يعتقدون إن لا أحد من خلق الله بإمكانه أن يصل إليهم. إن هذه الكلمات تختصر روحانية القديس شربل التي أسهمت في إغناء روحانية كنيستنا المارونية وفي تعزيز شهادتها ورسالتها في لبنان والعالم. ختم كلمته طالبا من القديس شربل أن يبقى لبنان صورة اللقاء والتضامن والوحدة وصورة السلام الذي يضمن المستقبل.